أهلا ومرحبا بكم إلى نقطة حوار جديدة، معي أنا محمد سيف النصر. مخاوف من تداعيات الضربات الجوية ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في الأراضي السورية على أمن الدول العربية الخمس التي شاركت فيها. البحرين وقطر والسعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة شاركت في هذه الضربات ولم تتأخر التهديدات المباشرة ضد بعضها، فقد نقل عن أحد مقاتل التنظيم قوله إنهم سيردون على الضربات الجوية بقيادة الولايات المتحدة، ملقيا باللوم على السعودية بالأساس فيما يعد تهديدا مباشرا لها. كما نسب للمتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدناني دعوته أنصاره إلى قتل مدني دول التحالف الدولي الذي شكل لمحاربة التنظيم في العراق. زاد من هذه المخاوف تعرض مواطن فرنسي للذبح على يد تنظيم متشدد في الجزائر ردا على مشاركة باريس، وتحذير واشنطن رعاياها في تركيا من احتمال استهدافهم ردا على الغارات ضد تنظيم الدولة. فهل تعتقدون أنتم أن التنظيم سيقوم بأعمال انتقامية ضد الدول العربية التي شاركت في الضربات ضده؟ وكيف ترون مشاركة دول عربية في هذه الضربات من الأساس؟ برأيكم من هي أكثر الدول العربية عرضة لوقوع عمليات انتقامية؟ وسائل الاتصال كالمعتاد عبر الرسائل النصية SMS، الهواتف النقالة وكاميراتها وكاميرات الإنترنت. أما أرقام الاتصال الهاتف المباشر فهي 00-44-20-77-65-0211 ورقم 00-44-79-3-40-47 لإرسال رسالة نصية باللغة العربية. الحوار والنقاش لا يقتصر فقط على ما سيدور هنا في الاستوديو معكم مباشرة، لكن عبر صفحاتنا الإلكترونية المختلفة كما تشاهدون، عبر الرسائل النصية، عبر تويتر، عبر فيسبوك وجوجل بلس. المشاركات بدأت بالفعل تتوافد، وهو حوار يعني مثير للاهتمام ولن يقل سخونة أنا واثق عن الحوار الذي سيدور هنا. زميلي محمود القصاص يتابع هذا الحوار على صفحات BBC. أتوجه إليك محمود في البداية بالتحية، مرحبا بك. وكيف كانت بداية الحوار على صفحاتنا؟ محمد، هناك من يؤيد مشاركة الدول العربية في تحالف دولي لمواجهة داعش على أساس أن هذا التنظيم لا يفهم إلا لغة القوة كما قال باراك أوباما، وبالتالي لا بد من مواجهته عسكريا. لكن في نفس الوقت هناك الكثير والكثير من المخاوف. هناك مخاوف من أعمال انتقامية يقوم بها التنظيم، هناك مخاوف من ردود أفعال داخل بعض الدول خاصة الأردن والسعودية، هناك أيضا مخاوف من سقوط أعداد كبيرة للمدنيين لأن الضربات تتم في مناطق بها أعداد كبيرة من المدنيين عرضة للموت في هذه الضربات، وفي نفس الوقت شكوك في النتائج، ما الذي يمكن أن تؤدي إليه هذا الحرب على داعش خاصة أن البيئة المنتجة للتطرف موجودة وقائمة ولا توجد جهود كافية كما يرى كثيرون لمواجهتها. والحل بالنسبة لهم هو حرب فكرية على داعش وحرب تنموية لمواجهة نفوذه، وليس فقط عمل عسكري محدود أو في نطاق معين. هذه نقاط ومحاور مهمة محمود، بالتأكيد ستفيدنا في نقاشنا هنا في الاستوديو، وسنعود إليك لمزيد من التفاصيل حول هذه الآراء على صفحاتنا الإلكترونية. لكن نبدأ مع هذه المجموعة من الآراء التي جمعتها كاميرا BBC من العاصمة العراقية بغداد، حيث سألنا هناك عن رأي البعض في الضربات الجوية التي نفذتها دول عربية ضد مواقع تنظيم الدولة ومخاطر هذه الخطوة، لنستمع ونشاهد الإجابات. هم كان بهم أول مرة المفروض يبدون بغلق الحدود، لأن احنا دول إسلامية، سوريا دولة إسلامية، وبعدين العراق دولة إسلامية، فأول مرة يجب أنه من عندهم يعني غلق حدودهم وعدم تصدير هذه الجهات القذرة للمسلمين اللي يدعونهم إسلام. نطالب من دول العربية أن بالجمود والصمود في هذا الموقع في خصوص داعش، فعلى السعوديين أو القطريين أو الكويتيين أو العراقيين في قتال هذه الأرض أو مثل ما يقولون جردان داعش قبل لا يتطور الأمور من حال إلى حال. الدول العربية التي شاركت في ضرب داعش في سوريا هي ذات الدول التي مولت داعش، وهي التي ساندت داعش، وهي التي طلبت إسقاط الحكم في سوريا، وهي التي وقفت ضد العملية السياسية في العراق، وما هذا التدخل إلا ذر الرماد في العيون. أعتقد هي يعني خطوة بالاتجاه الصحيح لتعزيز الأمن الإقليمي والأمن العالمي، ولكن هذه المشاركة أعتقد سيشوبها العديد من المخاطر. الخطر الأول اللي يشوب هذه المشاركة هو الخوف من ارتدادات داعش على هذه البلدان العربية.
لا شك أن الدول العربية ضعيفة تستجيب للأوامر القوية اللي هي أمريكا العظمى والعظمة لله. فبالنسبة لأمريكا يعني جاي تقاتل داعش ما داعش، وهو صنيعة أمريكا وإسرائيل داعش لا شك. كما شاهدنا واستمعنا يعني اختلفت الآراء حول ضرورة أو عدم ضرورة مشاركة الدول العربية في هذه الضربات ضد تنظيم الدولة الإسلامية، لكن القلق من الارتدادات كما يعني سماها أحد المشاركين في هذه العينة موجود ونلحظه فيما تحدث عنه هؤلاء وحتى في نبرة أصوات بعضهم. الآن نستمع لمزيد من الآراء عبر المتصلين هاتفيا الذين ينتظرون معنا على الخط، وأبدأ بأزاد خلف من العراق أيضا ومن موقع يعني غاية في الأهمية في العراق، هو من جبل سنجار حيث شهدت هذه المنطقة أحداث هامة بين العراقيين وبين تنظيم الدولة الإسلامية. أزاد مرحبا بك معنا. سلام عليكم. أهلا أزاد، يعني أنت طبعا خير من يتحدث عن المعاناة بسبب المواجهة مع تنظيم الدولة. هل تعتقد أن الدول العربية التي شاركت في الضربات ضده جلبت لنفسها مزيد من المشاكل بهذه المشاركة، خاصة في ظل التهديدات الآن من قبل التنظيم بالانتقام؟ أستاذ محمد، بالأول اسمح لي، أنت قلت واجهتم معاناة كثيرة بسبب تنظيم دولة إسلامية، كلام صحيح جدا. تنظيم دولة إسلامية وداعش قتلت آلاف الإيزدي، والآن أكثر من 1000 إيزدي مختطف في موسم في الأحفر في البعاد، وهم يبيعون للتجار. طيب يعني هناك معاناة طبعا، متفقون على هذا. في ظل هذه المعاناة رأيك أنت، هل كان لابد لدول عربية أن تشارك في ضربات ضد التنظيم، أم هذا سيجر أو يجلب مشاكل أخرى على هذه الدول؟ كان لابد للدول العربية لا تدعم الإرهاب منذ أول يوم. سعودية كلنا نعلم سعودية وقطر وتركيا تدعم الإرهاب في العراق، وهذا بصورة عالمية. تركيا تمنح شباب كوباني من العودة لقتال تنظيم داعش. طيب ماشي أزاد، يعني أنت تعتقد أن لدول عربية أو لسلوك بعض الدول العربية كان هناك دور في ظهور ونمو هذا التنظيم. طيب نستمع إلى محمد الجزائري الذي يتحدث إلينا من قطر، وقطر يعني أنت ربما تقيم في قطر على ما أفهم، تعمل هناك ربما، لكن قطر من الدول التي قيل أنها شاركت في هذه الضربات. هل وأنت مقيم في هذه الدولة تتخوف من الارتدادات على دولة كقطر شاركت في هذه الضربات؟ هل الأجواء العامة تشير إلى تخوف من تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية للدول التي شاركت؟ أولا ما في تخوف، ما في خطر وجودي. أولا مساء الخير، ما في أي خطر وجودي بتسببه داعش على دول الخليج أو الدول المحيطة فيها أو حتى الولايات المتحدة والدول العظمى. اللي صار انه سبب مشاركه الدول العربيه بالتحالف مع الولايات المتحده لضرب داعش، هو دفع عن نفسها تهمه انه هي اللي دعمت هالمجموعه هي والمجموعات الثانيه اللي توصف المتطرفه لحتى تقاتل بسوريا او بالعراق. بعدين الضربه الامريكيه اللي اجت قويه ومفاجئه على سوريا بالتحديد، ما استهدفت داعش لحالها، استهدفت داعش وفي تنظيم اسمه تنظيم خراسان على ما أذكر وجبهة النصرة. هلا نحن بنعرف انه داعش هي بانشقاق عن تنظيم القاعدة، ولكن النصرة تعتبر جزء طيب. من القاعدة. بس يا محمد، انت ترى ان لا يوجد لدول الخليج ما تخشاه من هذه التهديدات، لماذا تحديدا برأيك؟ مسألة إنه ما في تهديد وجودي طبعا، يعني هي مسألة متعلقة بمسائل التمويل، على اعتبار إنه هي الدول يعني تعتبر بشكل أو بآخر مو كدول ولكن كأفراد داعمين لها التنظيمات هي، فمو من مصلحة الأفراد هذول إنه تتأذى الدول اللي هنا بينتموا لها. تمام. طيب خلينا نستمع لعبد الرحمن السيد، هو يحدثنا من مصر. يا عبد الرحمن مرحبا بك معنا. مصر كان لها يعني موقف مؤيد
لهذه الحملة الدولية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، لكنها لم تشارك مشاركة عسكرية مباشرة كما سمعنا. مع هذا ورد اسم مصر على لسان المتحدث باسم تنظيم الدولة مهددا وداعيا لعمليات عنف ضدها في مصر. هل وفي ظل ما تعانيه مصر في الأوقات الراهنة، هل هناك تحسب أيضا لأن يزداد الوضع سوء بتهديدات تنظيم الدولة الإسلامية؟ هل يتحسب الناس لديكم من حدوث أعمال انتقامية على الأقل بسبب تأييد مصر لهذا التحالف؟ هو عموما في البدايه يعني مصر لديها المشاكل ما يكفيها يعني، ولديها من المقاتلين الداخليين ما يكفونها يعني في سيناء وفي غير سيناء، ده في البدايه. ثانيا، الدول العربيه التي شاركت في الحرب على داعش اعتقد انها يعني الخطر الاكبر لم يكن عليها وانما على الولايات المتحده وحلفائها الغربيين، بدليل ان الولايات المتحده وحلفائها تركوا داعش حتى سيطروا على الموصل، ولكن عندما خرجوا يعني بقوا مش اندر كنترول ودخلوا على السدود ودخلوا على كردستان العراق، بدات بقى الدول الغربيه تتداعى وتدعو لحلف دولي ضد ضرب داعش. ده اولا. طب بس هذا كله يحدث في قلب العالم العربي يا عبد الرحمن، فكيف للغرب هو ان يخشى والدول العربيه ليس عليها ان تخشى؟ يعني دوله كالاردن لا يجب عليها ان تخشى وهي لها حدود مع العراق ومع سوريا، دوله كالسعوديه مثلا. اعتقد ان الداعي الرئيسي والمتحمس الاول كانت الدول الغربيه قبل ان تكون الدول العربيه. امريكا تركت داعش تنفهم جزء كبير من العراق في شهر يونيو ويوليو السابقين ولم تحرك ساكنا، فاعتقد انه عندما اقتربوا من تهديد المصالح الامريكيه فدعت امريكا والغرب لمثل هذا، وهذا يعني هذا لعيب امريكا والغرب. انا اتحدث عن دولنا التي هي لديها المشكله. ده اولا. ثانيا، التربه الخصبه التي يعني وفرت تنظيمات مثل داعش وغيرها هي هذه الانظمه المستبده، هذه الانظمه التي جعلت ولاء الناس للدوله غير موجود وسببت يعني حرج كبير وقمعه الناس. لذلك تمام يا عبد الرحمن، وضحت فكره. شكرا يا عبد الرحمن، وضحت فكرتك. دعنا نضم لحوار اليوم او عبر خدمه سكايب من عمان الدكتور نبيل الكفحي، مسؤول الملف السياسي في المبادره الاردنيه للبناء. مرحبا بك معنا يا دكتور نبيل. هل تتفق مع ما طرحه البعض من ان هذه فعلا لم تكن حرب الدول العربيه والمصلحه هي في الغرب أو للغرب بالأساس، ولم يكن على هذه الدول أن تشارك في هذه الضربات؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير الإخوة المستمعين والمشاهدين جميعا. بالتأكيد ليس هنالك مصلحة عربية أو إسلامية لكل الدول العربية التي شاركت أو لم تشارك في هذا التحالف. هذه مصلحة بالدرجة الأولى والأخيرة، مصلحة أمريكية ومصلحة إسرائيلية. ربما أيضا هنالك مصالح لبعض الأنظمة المستبدة في العالم العربي كالنظام السوري والنظام الطائفي في العراق وبقية الأنظمة أيضا التي تمارس استبداد. هذه الحرب على داعش حقيقة تبرز فيها حجم الخلل الكبير في المعايير المزدوجة. لا زالت دماء الأهل الإخوة الفلسطينيين في غزة منذ أقل من شهر بالصواريخ الأمريكية والطائرات الأمريكية وباليد الإسرائيلية. لم نسمع من يحرك ساكنا. هنالك كان قتل اكثر من 2200 شهيد وما يزيد على 13,000 جريح. لم نسمع ايضا مثل هذا التحالف حينما دكت طائرات النظام السوري بالسلاح الروسي والسلاح الايراني ما يزيد على 200,000 قتيل في سوريا. لم نسمع مثل هذا التحالف حينما قام نظام المالك الطائفي في العراق بقتل ما يزيد على 60,000 من أهل السنة العرب. نعم. طيب. حقيقة نحن بس دكتور نبيل، يعني الدول التي شاركت قالت إن تنظيم الدولة يمثل تهديدا مباشرا لها، وحين نرى التنظيم كيف سيطر على ثلث الأراضي العراقية وثلث الأراضي السورية في فترة يعني قياسية، ألا يجب على دول لا حدود مع البلدين كالأردن وكالسعودية مثلا أن تخشى وأن تحاول التحرك وإجهاض هذا الخطر في مهده كما قالت هذه الدول وكما حدث؟ أنا أعتقد أنه هذا كلام يعني غير مبرر ويعوزه الدقة والخبرة في طبيعة الأرض. بين شمال العراق وسوريا وبين الأردن والسعودية من جهة هنالك صحراء شاسعة لا تمثل أي تجمعات سكانية في هذه الصحراء. بالتأكيد
تنظيم داعش أو الدولة الإسلامية هو تنظيم ليس كجيش عسكري نظامي مقاتل، فهو لا يمتلك الكثير من الآليات أو الطائرات، ويعتمد بدرجة كبيرة على مهنية وحرفية المقاتل الفرد والسلاح الفردي. إذا أراد تنظيم داعش أن يأتي إلى حدود الأردن أو السعودية، أعتقد أنه من السهل اقتناصه، وقد تشكل نقطة مقتل له. بالتأكيد ما حصل خلال الأيام السابقة، في ظني أن القتلى من المدنيين سواء كانوا عراقيين أو سوريين، المدنيين الأبرياء هم أكثر بكثير جدا ممن استهدفتهم الطائرات، سواء كانت طائرات أمريكية أو الطائرات العربية التي للأسف ليس لها أي دور مؤثر، لكن أعطت الشرعية في مثل هذه الحرب على هذا الوطن. دكتور اسمح لي نحصل على مشاركة أخرى من أحد المتصلين، باسم فاضل من الإمارات. الإمارات إحدى الدول التي شاركت أيضا في هذه الحملة وأعلنت رسميا. طيب يا باسم، يعني هل تعتقد أن دولة الإمارات أدخلت نفسها في لعبة تنطوي على كثير من الإشكالية بالمشاركة في هذه الضربات، وأنه لم يكن هناك خطر حقيقي عليها كي تشارك في هذه الحملة؟ لا بالعكس، دولة الإمارات هي من الدول اللي تحارب الإرهاب في كل مناطق، في مناطق العالم كله. يعني أحسن مما يجي الإرهاب إلى دولة الإمارات هو يسموه ضربات استباقية إليه. ولكن أنا رأيي أنه هي الدولة مثلا السعودية المفروض تحارب الخطاب التكفير اللي عندها، الخطاب اللي يحرض على القتل. هذا كيف إجا في سوريا؟ كيف إجا في سوريا الشخص؟ إجا عن طريق خطاب تكفيري. أكو في العالم ديني، ما أرد أقول بالأسماء، أكو في العالم ديني شوش فكرة، قال له أنه جهاد وأنه تدخل الجنة وأن لك حوريات وأن لك. إجت الناس تقريبا من لندن، وجت من بريطانيا ومن أمريكا، من كل مكان بالعالم إجت، فصارت بؤرة بالإرهاب. فيجب محاربة الفكر التكفيري، الفكر اللي يحرض على قتل الناس. نعم. طيب يا باسم، هذا هل بسبب هذا الفكر كما تقول والموجود في بعض الدول العربية، والذي توجد حواضن له في بعض الدول العربية، هل الدول التي شاركت عليها أن تخشى من ارتدادات داخلية رغم عدالة موقفها بالمشاركة وضرورة محاربة ما تسميه أنت بالإرهاب؟ نعم يا أخي، أنا في عندي صديقي ذاك يوم. ألو، معك، تفضل. العفو، أنا في صديق عندي لي من أمريكا، إجا صديق عندي من أمريكا، كان في الكويت راد يعمل إقامة الأهل من أمريكا للكويت، فيقول وقفت في الإشارة الضوئية، شفت سيارة رفعت الأعلام مال الدولة الإسلامية، يقول قلت هاي المنطقة فيها خطر. وهذا الكلام يمكن أكده مدير شرطة دبي أبو فارس ضاحي خرفان، أكده في خطر كان في الكويت. فإجا انتقل وين؟ انتقل إلى الإمارات العربية. فهذا يجب محاربة الفكر التكفيري اللي يحرض الناس، اللي يقولهم روحوا على سوريا والعراق. تمام يا بس، شكرا. مثلا العربية السعودية تعرف الخطباء اللي عندهم يطلعون على شاشة التلفزيون، وانت جنابك تعرف ان الرئيس مرسي من كان في مصر ملعب كامل مال كرة حرضوا الناس امامه ان انتقلوا الى سوريا في جهاد. طيب ماشي بس، تمام، فكر التكفيري وضحت نقطتك حول الفكر وحول وجود هذا الفكر في بعض الدول العربية حتى التي شاركت في هذه الحملة. شكرا جزيلا، ودعني اعود للدكتور نبيل. دكتور نبيل، هل بسبب هذا الفكر وهذه المظاهر التي تحدث عنها باسم من الإمارات، يعني يتوقع أن تؤدي هذه الضربات التي تقودها بالأساس دول غربية ومشاركة دول عربية فيها إلى زيادة التعاطف مع هذه الأفكار المتشددة، وربما ارتدادات داخلية أمنية على الدول التي شاركت؟ يعني أن الخطر لن يأتي عبر عناصر تنظيم الدولة من الخارج، ربما يأتي من حواضن أو متعاطفون مع هذا الفكر من داخل هذه الدول. يعني أولا دعني يعني أؤكد أن الأسباب الرئيسة وراء مثل هذا الفكر متطرف، و نحن هنا في الأردن والحركة الإسلامية وعلى رأسها الإخوان المسلمون ندين حقيقة أي فكر تطرف قامت به داعش أو غير داعش. لكن السبب الرئيس في نمو مثل هذه الأفكار هي البيئات المستبدة والفقر والبطالة وحالات التهميش وعدم الشراكة في الحكم
في معظم الدول العربية وليست فقط الأفكار. بالتأكيد هنالك أفكار أو اتجاهات إعلامية وخطابات مساجد ربما تعزز مثل هذا الفكر، لكن أعتقد أنه حالة الاستبداد التي تعيش الأمة وحالة الاستفراد بالحكم التي طيب. تعيش كل الدول العربية. بس عشان النقطة بس التي نطرحها ولا نتجاوزها يعني على ذكر حركة الإخوان، السيد زكي بن أرشيد المراقب العام للجماعة في الأردن حذر من ارتدادات أمنية على مشاركة أو من مشاركة الأردن، ما المقصود بهذا ولماذا برأيك؟ بالتأكيد ليس هنالك جهة محددة، لكن أعتقد أن جماهير الأمة العربية والإسلامية بالذات في منطقة حول فلسطين المحتلة ترى أن أي لافتة أمريكية ومن يمشي خلفها وهي أساس المصائب في المنطقة في دعم الكيان الصهيوني في فلسطين والاحتلال العراق وما جرى على ولايتنا الأمة، بالتأكيد ستبرز أفراد أو جماعات هنا أو هناك تؤمن بفكر التصدي للمشروع الأمريكي في المنطقة، تقوم ربما بمحاولات تطرف أو عنف هنا أو هناك، لكن أعتقد أنها لن تكون كثيرة. ستكون هنالك بالتأكيد ردود أفعال في أكثر منطقة عربية، وهذا ما شهد به التاريخ سابقا. للأسف عمان في عام 2005 شهدت بعض أو مثل هذه الردود الأفعال، لكنها كانت قادمة من الخارج نتيجة للأسف في ذلك الوقت قيام تحالف أمريكي أردني في موضوع غرب العراق، لكن أعتقد أن ستكون آثارها محدودة. طيب إذن تعتقد أن يعني ربما تكون هناك ارتدادات لكن محدودة؟ طب خلينا نستمع إلى صلاح عيسى من سلطنة عمان. يا صلاح، وأنت تتابع الموقف، هل أدخلت الدول العربية التي شاركت في الضربات ضد تنظيم الدولة، هل أدخلت نفسها في عش الدبابير بهذا الموقف، أم كان مبررا لها التحرك حماية لأمنها كما قالت السلطات في هذه الدول؟ هي تكون يعني مشكلة لما تكون تضرب الدولة، تضرب المكان اللي من الجو، تضرب في الأرض، يعني تعرض الخطر على الهدف. ما يكون لازم في يكون داعش، يمكن في ناس أبرياء أو ناس ثانيين يعني هناك تعرض لهم الخطر. هذه المشكلة الوحيدة، المشكلة يعني. نعم طيب تمام، هذا اللي أريد نعرفه يعني نحن. يعني الحين هو لما يضربوا تحت هم في الأرض تمام، ما في تضرر، لازم يكون في تضرر ثاني حال الناس الثانيين اللي موجودين هناك. طيب تمام يا صلاح، شكرا لك على هذه المشاركة، وأعود للدكتور نبيل. دكتور نبيل، يعني حتى لو كان هناك تحفظ على فكرة مشاركة هذه الدول فيما يعتبر لدى البعض أنه مصلحة غربية بالأساس، لكن طالما أن هذه الدول تقول أن هناك خطر، الأسلوب الأمثل لمواجهة هذا الخطر، خاصة أن لابد أن يكون له جذور فكرية، هناك فكر معين يقف وراء هذا التنظيم كما يرى مراقبون، ماذا كان على الدول التي شاركت في الضربات أن تفعل لمواجهة هذه المخاطر على الأقل فكرية؟ يعني أولا فكرة القاعدة أو فكرة لاحقا داعش ليست فكرة وليدة اللحظة ولا سنوات، في فكرة منذ أواسط التسعينات. بالتأكيد هنالك سابقات تاريخية في عهد الإمام علي، سيدنا علي رضي الله عنه، كانت هنالك الخوارج، ويقرأ أو قرأنا عن ذلك كثيرا. الإمام علي رضي الله عنه أرسل عبد الله بن مسعود من خيار الصحابة رضي الله عنه وحاور الخوارج، وعاد نفر كبير جدا من الخوارج إلى حضينة أو إلى حاضنة الدولة الإسلامية آنذاك، وبقي نفر قليل. أنا أعتقد أن الحوار مع مثل هذه التنظيمات والأجدى ربما تكون هنالك صعوبة في الحوار مع كثير من القيادات أو التي لها ارتباطات هنا أو هناك، لكن أعتقد أن جمهور المقاتلين في مثل هذه التنظيمات جمهور بسيط يمكن محاورته ويمكن إقامة الحجة والدليل عليه. هذا من جانب. وأعتقد أن هنالك أيضا لابد من تشجيع أي إطار إسلامي سياسي معتدل. لكن هل يصلح أسلوب الحوار مع من ينتهجون القتل منهاجا، يعني كما نشاهد على الأقل في اللقطات التي ترد من هذا التنظيم؟
بالتأكيد يمكن هؤلاء في النهاية بشر، والقتل مدان سواء كان بالسكين أو بالطائرة بدون طيار أو بصاروخ توماهوك أو بالقاذفات الاستراتيجية، القتل الذي يؤدي إلى الموت مدان حتى لو كان بقتل ناعم. ما في قتل ناعم، كل القتل جريمة سواء كان بطائرة أو بسكين أو بغير ذلك. أنا أعتقد أنه الجوهر هنا أيضا لابد من دعم كل المسارات التي تؤدي إلى مزيد من الحرية ومزيد من الديمقراطية، بحيث يجد هؤلاء الشباب المتنفس. شكرا جزيلا لك يا دكتور. المشاركة في الحياة العامة. دكتور نبيل الكفحي، مسؤول الملف السياسي في المبادرة الأردنية للبناء، شكرا جزيلا لك، شاركت معنا عبر سكايب. الآن مع عينة أخرى من الآراء التي جمعناها هذه المرة من العاصمة الأردنية عمان، حيث سألنا البعض ما إذا كانوا يخشون من انتقام تنظيم الدولة الإسلامية في أو من الأردن لمشاركته في ضرب التنظيم داخل الأراضي السورية. تعالوا نستمع ونشاهد الإجابات. في ناس متخوفة من هذه الشغلة، بس إحنا ثقتنا بالحكومة أو بالجيش ثقة يعني عمياء، يعني ثقة محلها وزيادة إن شاء الله. يعني بنخاف، يعني إحنا بدنا بلد أمين في الأردن، بدنا نكون عايشين بأمان وعايشين مرتاحين، الواحد يطلع من بلده بأمين، مش يطلع وهو خايف يصير فينا زي الدول العربية الأخرى. بتوقع التنظيم هذا أصلا يعني كلياته شغلة زائفة، أنا بتوقع هي صناعة الغرب يعني مش أكثر ولا أقل. هذا أكبر خطأ قامت فيه المملكة الأردنية الهاشمية، لأنه إحنا إذا دخلوا حدودنا حقنا ندافع عن نفسنا، أما أن نشارك عرفت ونحن ما دخلوا علينا داعش ولا يعني في تهديد، بس ما دخلوا أراضينا، لو دخلوا أراضينا حق الحكومة الأردنية والقوات المسلحة ترد. داعش يجوز يبقى لها خلايا نائمة هون معيتا فرضا يعني، وهي داعش احنا عارفين داعش اللي أسستها أمريكا، وكلينتون قالت احنا أسسنا داعش، فهم أسسوا داعش مشان يضربوا سوريا، مشان يضربوا الدول العربية. الحدود الأردنية السورية مكشوفة كلياتها، والحدود العراقية كلها مكشوفة بشكل عام، فأي ضربة أي تقدم أو أي وضع لهم راح ينتهي على الحدود نفسه. هاي من ناحية. الناحية الثانية القوة العسكرية، عندنا جيش يعني قوي وعندنا جيش متدرب على حرب العصابات وحرب الحروب الأهلية وإلنا ماضي قوي جدا يعني بهذا الحكي. كما تبعنا يعني لا يمكن أن ننكر أن هناك مخاوف لدى بعض الناس في الأردن على ما يبدو، والخوف من الدفع ببلادهم في أتون لا يحتاجونه من الأساس. لكن خلينا أيضا ننظر إلى الحوار الإلكتروني على صفحاتنا، وأعود مرة أخرى إلى زميلي محمود القصاص، ورحب بك من جديد يا محمود. وقبل أن نخوض في مسألة حجم القلق من مرتادي صفحاتنا من التهديدات الانتقامية، دعنا نبدأ لكيف ينظر زوار صفحاتنا لفكرة مشاركة دول عربية في قصف تنظيم الدولة الإسلامية من الأساس. محمد، كما عقد ضيفك من الأردن مقارنة بين التصرف أو التوجه من الدول العربية تجاه الوضع في غزة وتجاه بشار الأسد، نفس المقارنة تحدث عنها الكثيرون، لماذا شاركت الدول العربية بحماس في حرب ضد داعش بينما لم يتحرك أحد لوقف أو الحد من العمليات الإسرائيلية في غزة؟ لماذا هذا الحماس الأمريكي لإسقاط داعش ولم يكن هناك حماس لإسقاط نظام بشار الأسد، على الرغم من نصف الشعب السوري حاليا مهجر داخل سوريا أو خارجها؟ هذه المقارنات تحدث عنها كثيرين، منها مثلا على موقعنا زين سيدي إبراهيم يقول: عندما كان الأطفال في غزة يقتلون، هل كان الطيران القطري والإماراتي والسعودي يقصف تل أبيب؟ مشاركة أخرى في من فضفضة مشروعة، من يسمي نفسه فضفضة مشروعة، يقول فيها: خطة جهنمية وضعها الغرب ووقعت الأنظمة العربية في الفخ، العربي سيقتل العربي تحت إشراف تحالف غير مقدس أساسه أمريكا وإسرائيل، والأنظمة العربية مرعوبة من تنظيم مؤلف من حوالي 25 ألف عنصر. مشاركة أخرى من بلال الشيال يقول: بلال، أين هذه الدول من قتل بشار للسوريين وقتل إسرائيل الفلسطينيين؟ يتحركون فقط ضد من يهدد كراسيهم. فارس عزيز: أين كانت هذه الدول التي تشارك في ضرب داعش عندما كانت تقصف غزة في رمضان ويوم العيد؟ مازن مصطفى يقول: الغرب ترك السوريين سنوات تحت القصف بشتى أنواع الأسلحة حتى الأسلحة الكيماوية ولم يحرك ساكنا، ولكن من أجل محاربة داعش جيش وعد ونفذ في أيام قليلة.
طيب محمود، هل فعلا وجدت مخاوف لدى المشاركين على صفحاتنا الإلكترونية من وقوع أعمال انتقامية محتملة من جانب تنظيم الدولة أو أنصاره بسبب مشاركة هذه الدول في الضربات؟ لا بلا شك محمد، هناك مخاوف كثيرة خاصة في الأردن والسعودية، لأن هناك وجود للفكر، الفكر موجود، وبالتالي طالما الفكر موجود وطالما البيئة مهيئة لأعمال متطرفة يمكن أن تتطور في يوم ما من مجرد فكر إلى واقع وإلى تنفيذ. مثلا بدر نينوى كتب يقول: شيء أكيد أن تنظيم الدولة سوف ينتقم من الدول العربية التي شاركت في قصف الرقة ودير الزور وحلب في سوريا، أتوقع عمليات انتقامية في المستقبل القريب. ليلى حمزة تقول: ممكن أن ينتقم تنظيم داعش عبر خلاياه النائمة وهي كثيرة على ما يبدو. الأرقم عواد يقول: متى ما توفرت الفرصة سيحاول التنظيم الانتقام وبقوة، وعلى الجميع توقع ردة الفعل الداعشية لتفاديها. عبد الله أبو العز يضيف: أكيد سوف تنتقم داعش أسوة بطالبان، وذلك لأن في عقيدتهم أن كل من يعترض طريقهم لابد أن ينتقموا منه. نعم. طيب، هذا الخوف من احتمال وقوع عمليات انتقامية من تنظيم الدولة، هل يعني ظهر في دعوة مرتادي صفحاتنا لضرورة عدم المشاركة في هذه الحرب، أم فقط دفع هؤلاء للدعوة إلى اتخاذ الحيطة والحذر من هذا الخطر؟ لا شك محمد، هناك قطاعا من المشاركين على صفحاتنا مقتنع بأنه لابد من مشاركة الدول العربية في الحملة على داعش، وأن التنظيم كما قال أوباما لا يفهم من هرات القوة، وبالتالي لابد من المواجهة العسكرية وبأشد ما يمكن. لكن كما قال كثيرون، المخاوف كثيرة، مخاوف من انتقام كما ذكرنا، أيضا مخاوف كثيرة وهامة ومشروعة من سقوط أعداد كبيرة من المدنيين. مقاتلو داعش أو مسلحو داعش يعملون في المدن بجوار أعداد كبيرة من المدنيين، وبالتالي أي غارات تستهدفهم من الطبيعي أن يسقط فيها مدنيون لا علاقة لهم على الإطلاق بالحرب، وهذه مخاوف لدى كثيرين. وفي النتيجة، نتيجة أن بعد كل هذه العمليات وسقوط مدنيين لن تحقق الحرب كما يرى كثيرون أهدافها، لأن بيئة التطرف موجودة، ولابد من مواجهتها من فكر مستنير ينشر الإسلام الوسطي المعتدل، لابد من حرب فكرية بالإضافة إلى عمليات تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تجفف منابع التطرف والفكر المتشدد في مناطق فقيرة ومحرومة ومهمشة. نعم. مثلا محمد سلطان النعماني كتب يقول: الضربات سوف تسبب ضغطا على داعش، ولن توقف ضربات هذه المنظمة، ولن تتوقف الضربات عفوا حتى تنتهي تلك المنظمة الإرهابية. محمد حرام يقول: داعش ما هي إلا كبش فداء يقدمه التحالف الدولي بعدما صنعته أيديهم لكي يحقق مكاسب سياسية في الخريطة السياسية للشرق الأوسط بعد هذه الفوضى. أبو المصري يقول: تنظيم داعش هو صنيعة أمريكية ولن يفعل سوى ما تطلبه أمريكا وإسرائيل ومن يخدمونهم. عبد الحميد الحكيم: معظم مجتمعاتنا العربية بها بيئة حاضنة لفكر داعش، لذلك يجب الحد من الخطابات الرنانة التي تدغدغ المشاعر الدينية للتعاطف مع التنظيم وتصوير أن الحرب عليه هي حرب على الإسلام. أخيرا عمار ملكية يقول: لابد من الحرب الفكرية على الفكر المتطرف بشرح فعلي للإسلام الحق السمح الوسطي، وإلا سيولد العديد من الدواعش الجدد على غرار ما حدث مع تنظيم القاعدة. يعني انتهى الأمر بمولد مزيد من التنظيمات المتشددة. نعم. بدأ من القضاء على التنظيم الأصلي. نعم. آراء يعني مثيرة للاهتمام يا محمود، وشكرا جزيلا في هذه المرحلة. سنعود إليك قبل نهاية البرنامج للتعرف على مجمل الوضع بالنسبة لحوارنا الإلكتروني. عينة أخرى من آراء المشاركين معنا، هذه المرة من بيروت، حيث سألنا عن مخاطر مشاركة دول عربية في ضرب تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. هذه قصة كتير كبيرة، أكبر من الدول العربية وأكبر من كل المسؤولين. عم بيجربوا مثل الدامة، بينقلون وبحطون من محل لمحل. ما في مخاطر على الدول العربية لما في هلا إجماع على ضرب داعش، معناتها الحالة لازم تكون أفضل. أنا برأيي يعني إن كان شاركوا بضرب داعش ولا ما شاركوا هني بخطر، ومن المفروض إنه هني صراحة يشاركوا، وحتى لو بده الخطر يطالون يطالون هلا احسن ما يطالون بعدين. امريكا اللي عملت داعش حتى تفرق، جمعت هالعرب تتحطهم بوجه داعش حتى داعش بعدين تشتغل على تقسيم هاي الدول العربيه اللي بعدها ما تقسمت، مثل السعوديه اللي برايي حتصير امارات حتبطل مملكه بسبب داعش. داعش والنصره ناس الغائيين
مهما انتصروا الغاء الآخر لا يمكن أن يتم بالحياة، هذول ما بيطولوا. بني فتت الدول العربية بيعملوا دويلات ويعملوا فتن طائفية ومذهبية وشيء من هالنوع. العرب اللي عم بتسميهم انه بديات داعش مخيم، مهن رعاتهم، مهن رعاتهم. اقصد فتنه، يعملوا فتنه بين الدول العربيه اكثر ما هن مشتتين العرب عن بعضهم، والمشاكل اللي زارعينها بكل بلد، بين بلد وبلد، بين الشعب العربي بكل بلد وبلد، فتنه لحتى مشان يصير في عندهم عذر شرعي، ناس مع وناس ضد ويمزقوا المزع. هذه المخاطر العديدة التي تحدث عنها المشاركون في هذه العينة من بيروت أحملها إلى ضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من الرياضة دكتور خليل الخليل الأكاديمي والكاتب السعودي. مرحبا بك معنا دكتور خليل. ألم تجلب الدول العربية التي شاركت في الضربات ضد تنظيم الدولة الإسلامية على نفسها مزيد من المشاكل لم تكن تحتاجها أصلا؟ أولا شكرا على استضافتي وفي هذا البرنامج الجميل. والحقيقة أن المملكة العربية السعودية التي شاركت في هذه المعركة هي شاركت مضطرة، وهي في الحقيقة حريصة على المشاركة مع أي توجه ضد الإرهاب في خاصة ما يهدد أمنها واستقرارها وما يهدد الأمن العربي. وبالتالي الدخول في هذه المعركة والدخول في هذه القضية هو أساسا مبني على المواجهة الإرهاب بصرف النظر عن أشكاله وبصرف النظر عن أنماطه. فبالتالي هنالك أكيد انعكاسات وهنالك ارتدادات ستحدث لأي بلد يتخذ قرارا سياسيا مهما، ولكن على كل دولة أن تتحمل مسؤولياتها، والمملكة العربية السعودية تتحمل مسؤولياتها التاريخية في الحاضر كما تحملتها في الماضي كما ستتحملها في المستقبل. أفهم من حديثك أن هذه الحملة هي مصلحة أمريكية بالأساس، فيعني لماذا صار الدول العربية في دعم هذه المصلحة الأمريكية، وأين كانت المصلحة العربية في هذه المشاركة؟ أنا لست مع هذا التوجه ولا مع هذا الرأي. في الواقع أن هنالك مطالبات من الدول العربية ودول مجلس التعاون وغيره لوجود تحالف ضد الإرهاب وضد كذلك الدول التي صنعت الإرهاب مثل سوريا واستخباراتها، أو التي رعت الإرهاب كذلك مثل ما كان من حزب الله ومثل ما كان من بعض القضايا. فبالتالي هذا التوجه هو أساس في الموضوع. قد تحفظ على وصفك يا دكتور وهي ليست موجودة معنا للرد، لكن يعني لماذا برأيك دولة كالمملكة العربية السعودية كان عليها المشاركة؟ يعني ما الأخطار الكبيرة والفورية التي كانت تواجهها من تنظيم الدولة كي تشارك في هذه الضربات مشاركة عسكرية مباشرة؟ داعش منظمة، والدواعش وأخواتها وشركاتها ليست في الحقيقة هي محلية، هي منظمة وهي أصبحت دولة وكانت ميليشيا ثم أصبحت دولة تهدد الجميع، ولن تنتظر السعودية أو تنتظر دول مجلس التعاون إلى أن تصل إلى حدودها. وقد أخذت ثلث العراق وأخذت كذلك موطئا لها في سوريا وتتمدد إلى تركيا، وبالتالي فالموضوع موضوع أساسي في مواجهة الأخطار قبل أن تصل لحدودها. ثم المملكة السعودية مهددة منذ 2011 من 2001 عفوا مهددة من الإرهاب، وقد بذلت الجهد في ذلك، وتوجه الملك عبد الله، توجه الدولة بقيادتها بأن تقوم بمواجهة الإرهاب أينما كان بالتعاون كذلك مع المجتمع الدولي. وبالتالي فإن دخول المملكة العربية السعودية مبرر ولمصلحة خليجية ولمصلحة عربية ولمصلحة كذلك أممية من أجل الوقوف أمام هذه الجحافل التي لا نظام لها ولا أسس لها، وهي سرطان يجب أن تجتث. دكتور خليني أذهب لمتصل هاتفي آخر أتحدث إلى عبد الله السوري الذي يتواصل معنا من الإمارات. يا عبد الله، إذا كان لدى السعودية مبرر أمني للمشاركة، كيف تقرأ توجيه تهديدات مباشرة للمملكة العربية السعودية وتحميلها مسؤولية مباشرة من جانب تنظيم الدولة الإسلامية على هذه الهجمات؟ أولا أشكرك وأشكر أخوان المتابعين. ثانيا تمنيت لو كان السؤال لماذا، سؤال الحلقة طبعا، لماذا لم تقطع رأس الأفعى في دمشق والضاحية وميليشيات إيران في سوريا؟
فهذه للمرة الرابعة. طيب هذا طرحك. أذكركم دائما أنا أقول لك أولا السعودية نعم أنا سأبدأ زين. في ليلة وضحاها تستجلب أمريكا الدول العربية لوحل داعش زين. في ليلة وضحاها تستجلب أمريكا الدول العربية لوحل داعش. من الذي اعتدى ومن الذي يدافع عن نفسه الآن؟ أما السعودية دعيني أن أقول لك السعودية أولا ليس مهددة ودول الخليج ليست مهددة أبدا من داعش، وداعش ضخمتها إيران وضخمها النظام السوري وضخمتها أمريكا. لكن التنظيم اختار يعني اختار مباشرة توجيه التهديد تحديدا للمملكة العربية السعودية وتحميلها المسؤولية، ألا يعني هذا أنها فعلا كانت مهددة وإنها مهددة الآن أيضا وهذا مبرر لها بالتحرك؟ لم تكن مهددة. أولا أمريكا تسحب، هي تدعي وتخدع الدول العربية بأنها تسحب البساط من تحت النظام السوري لمحاربة الإرهاب. هي هذه خطة أمريكا، ولكن أطاعوها الدول العربية وقتلوا الشعب السوري وضرباتهم أكثر من 80 طفل وامرأة وشيخ كبير قتل في هذه الضربات. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ هل لم يكفيكم ولم تشبع من دماء الشعب السوري؟ الشعب السوري قتل منه أكثر من 400,000. طيب. ألم يكفي؟ لماذا تقاتلون داعش ولم تقاتلوا حزب الله؟ طيب. لماذا تقاتلون داعش ولم تقاتلوا الميليشيات العراقية التي تذبح بالشعب السوري منذ 4 سنوات؟ لماذا هذا الخوف؟ والله العظيم لو قلنا بأن الإمارات مهددة لدافعنا عنها، لو قلنا بأن السعودية مهددة لدافعنا عنها بدمائنا. طيب وضحت يا عبد الله هذه الأسئلة، دعني أحملها إلى الدكتور خليل الخليل ليجاوب مباشرة، وأتمنى أن يجيب باختصار. يا دكتور خليل، لماذا تتحرك الدول العربية وعلى رأسها السعودية بكل هذا الحسم والحزم في مواجهة تنظيم الدولة؟ لم تتحرك على خلفية ما حدث في غزة، لم تتحرك على خلفية ما حدث في العراق كما قال المتصل، ولا على خلفية ما حدث في سوريا رغم موقفها المعارض مما حدث، لكنها لم تتحرك عسكريا. السعودية تحركت لوجود عندما شعرت بأن هنالك خطر حقيقيا على الأمن وعلى كذلك المصالح، ولن تنتظر حتى تصل بخاطر إلى حدودها. سبق أن تحركت المملكة العربية السعودية ضد صدام حسين وأوجدت التحالف الدولي الذي شارك فيه 31 دولة وقد كسبت المعركة. وأيضا السعودية وهذه الدول البحرين والأردن والإمارات وقطر والتحالف ستكسب المعركة ولن تنتصر، لن ينتصر الإرهاب نهائيا. أما في داخل المملكة العربية السعودية فأؤكد للجميع أن المملكة العربية السعودية دولة مستقرة وصامدة وقوية، ولن يستطيع أحد لا من الجنوب ولا من الشمال دخول أراضيها. أؤكد ذلك وأنا أعرف ذلك جيدا. وإنما القضية ليست قضية دولة واحدة تأكلها داعش والدواعش، وليست القضية قضية أن هنالك عدد من الدول دخلت 5 أو 4. الحق حق، وقد صرح سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز عندما سئل بعد عودة الطيارين السعوديين فقال قاموا بواجبهم، شكرهم لأنهم أبناء، قال أشكر أبنائي لأنهم قاموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم ومليكهم. وبالتالي ما يقوم به الطيار السعودي وما يقوم به الأمن وما تقوم به رجال القوات المسلحة السعودية هي خدمة لمصالح. خليني أسأل وكذلك المتصلين العربي عشان نشركهم في هذا الحوار. يا محمد عنبر يتصل بنا من روسيا وهو سوري مقيم في روسيا. مرحبا محمد. هل السلام ورحمة الله الكريم. أهلا وسهلا. هل تعتقد فعلا أن السعودية آمنة وليس لديها ما تخشى من تهديدات تنظيم الدولة كما يطرح الدكتور خليل؟ يا أخي الكريم، نحن كنا عايشين في سوريا في سلام وأمن. ما الذي يقضي الإرهاب في سوريا؟ هذا الشعب الكردي الذي كان يعيش في منطقة كوباني الحرة، هناك كان الناس ينزحون من مناطق حلب وريف حلب ويدخلون إلى المناطق الكردية التي فيها أمان. هذا تنظيم الإرهابي المتكفر الذي لا يعرف شيئا من الإسلام، أنه يدخل إلى أراضينا الطاهرة وينجس ويتفكم. من الذي يدعم هذا الإرهاب يا أخي الكريم؟ أنا أريد أن أسأل اليوم سؤال، هل معقول من الفعل؟ هل منظمات الدولية كلها لا تستطيع أن تخضع المنظمة إرهابية؟ لا أفهم يا أخي الكريم. هناك الآن أهالي يتشردون عنا في سوريا، وكانت منطقة كوباني الأمان والاستقرار. هذا الشعب الكردي العظيم الذي أمن لنا كافة أصول الحياة، الآن هم يدخلون إلى مناطق كوباني. ما هذا الإجرام يا أخي الكريم؟ ممكن أسأل طيفك الكريم؟ نعم. طيب يعني السؤال مرة أخرى لو سمحت بس بوضوح.
أنت عما تود أن تسأل تحديدا؟ أنا أقول يا أخي الكريم، أنا هذه المنظمة الإرهابية ما هي تفعل في منطقة كوباني في عين العرب؟ ماذا تفعل؟ طيب ما الدول، ما هذه الدول تعمل يا سيدي يا محمد، ما هذه الدول تعمل ضدها؟ هل يعني هذا أنك ترى مبرر في مشاركة دول عربية مشاركة عسكرية مباشرة في العمل ضد هذا التنظيم على الأراضي السورية؟ لا 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 أرى أي، لا أرى أي مبرر يا أخي الكريم. أنا أسعى من هو من مد يدينا لكل العالم من يخضع لهذه المنظمة الإرهابية المتكفرة يا أخي الكريم. أنا أقول سؤالي يا أخي لم تسمعني، أنا أقول في شمال سوريا كان هناك الناس تنزح إلى منطقة كوباني في منطقة كردية آمنة وراقية، هؤلاء دخلوا عليها المتكفرون المتوحشون فنجسوها يا أخي الكريم. الآن الناس أين تنزح يا أخي الكريم؟ أريد طيب. أن أذهب. شكرا الدمار لك يا أخي. طيب شكرا يا محمد، شكرا جزيلا. أعود للدكتور خليل. دكتور يعني المسألة لا ترتبط بمواجهات عسكرية فقط كما يرى مراقبون، لكن المسألة تتعلق بالفكر، وهذا طرحه مشاركون كثر واتهموا المملكة العربية السعودية بأنها بيئة حاضنة لفكر مشابه لفكر داعش. ليس هذا فقط، حدثت وقائع على الأرض، يعني تم رصد توزيع منشورات في الرياض في العاصمة الرياض يعني تحض على تأييد تنظيم الدولة الإسلامية. هل السعودية مهددة أو من ضمن الارتدادات المتوقعة هو أن تعاني السعودية من يتعاطفون مع هذا الفكر في داخلها، ليس أن يأتي التنظيم من الخارج، أن تستيقظ الخلايا النائمة، أن تدفع السعودية ثمنا دفعته لتحالف شبيه حين تحالفت مع واشنطن في التسعينات بعد غزو الكويت، وطبعا نعلم موجة الإرهاب التي شهدتها السعودية ضد أهداف أمريكية ثم بعد هذا ضد أهداف سعودية؟ فيما يخص الأمن الداخلي السعودي، نعم هنالك تحديات، ونعم هنالك جيوب، ونعم هنالك بعض المتشددين وبعض المكفرين، نعم هذا موجود في كل البلاد ليس فقط في المملكة العربية السعودية، ولكن المهم ليس هو وجود أشخاص أو أفراد أو وجود جيوب صغيرة. المجتمع السعودي ضد تلك الجيوب، الدولة، الحكومة، القيادة، العلماء ضد تلك الجيوب. ولكن القضية أخي الكريم والمشاهدين والمشاهدات، لدينا قضايا أساسية في الوطن العربي اليوم. من تلك القضايا تفكك الدولة الوطنية، وأصبحت الآن كما يحدث في اليمن وكما هو في سوريا وكما هو في العراق، هنالك ثلاث قضايا أساسية: ترهل القيادات في المجتمع الدولي وضعفها وترددها كما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تستفيد من كل حدث. الأمر الثاني توغل الطائفية، اليوم توغل الطائفية في الجسم العربي والإسلامي، يجب أن نواجه ذلك. وأعتقد أنه كان في العراق أسوأ مثل حققه المالكي في العراق. طيب الدكتور اسمح لي، طب والمشاركة الأمر الثاني يعني مشاركة هو التكفير، الأمر لحظة، التكفير يا سيدي، التكفير والتشدد والغلو في الدين، هذا أمر يجب أن نقف أمامه جميعا وخاصة العلماء. طيب بس هل يجب الوقوف أمامه عسكريا؟ نحن في المملكة العربية ضد ذلك. يعني الوقوف عسكريا في مواجهة هكذا فكر قد يأتي بنتائج عكسية، قد يضاعف من المتعاطفين معه، قد يؤدي إلى ردود أو تنمية المشاعر الانتقامية وردود الأفعال الانتقامية. هذا صحيح، هذا صحيح في البداية، ولكن في النهاية ستخسر تلك المنظومات وتلك الجيوب معركتها. لا تستطيع تلك المنظومات أن تقف أمام تحالف دولي فيها أكثر من 40 دولة أو 50 دولة، لا يمكن أن تكون ذلك. لا بد أن نقف. لو لم يقف الغرب أمام النازية لا أصبحت النازية تحكم العالم، وبالتالي لا بد من اتخاذ قرار من فكر متشدد سيء، هو متوحش، هو متوغل. وأيضا لا بد أن نقف أمام ذلك التوحش سواء كان سنيا أو شيعيا. واسمح لي أن أقول أن العراق هي الحاضنة الحقيقية اليوم، وهي الخطورة التي فيها المحاصصة التي نقلتها من لبنان، المحاصصة السيئة سواء، ونريد ويجب أن نقف أمامها كذلك في اليمن، المحاصصة والطائفية والعودة إلى القبائلية الجديدة، العودة إلى المذاهب المذهبية الجديدة، يجب جميعا أن نقف أمامها. واسمحوا لي أن أقول المملكة العربية السعودية هي الدولة غير المفهومة اليوم، وأحمل المسؤولية للإعلام السعودي وكذلك القيادات الفكرية السعودية والعلماء أننا لم نقف حقيقة حجرا أساسيا وسدا منيعا أمام تلك التيارات، ولم كذلك نوظف طاقاتنا لإيضاح موقف القيادة السعودية بشكل صحيح. شكرا جزيلا، شكرا لك دكتور خليل الخليل الأكاديمي والكاتب السعودي، شكرا جزيلا على المشاركة. والآن أعود إلى زميلي محمود القصاص للتعرف على ما وصل إليه حوارنا الإلكتروني. إليك يا محمود. محمد، هذه آخر ما ورد إلينا مشاركات. أراز بركات كتب يقول: الدول العربية تدفع الثمن غاليا، وهي التي صنعت داعش وموالتها بالمال والسلاح والمقاتلين.
عبد العزيز العمري يقول: تسابقت الدول العربية لخدمة أمريكا في حربها على داعش وتناست مشاكلها الداخلية، ولا أظن أن داعش أكثر خطرا من الحوثيين على الأقل بالنسبة للسعودية. عبد الوهاب يضيف: بعد الفشل مرارا وتكرارا في إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لتدخل الأجنبي في سوريا، فكر الغرب في اختراع داعش ليتدخل في أماكن تواجد هذا التنظيم. أبو فهد العولقي: أظن أن دولة الإمارات العربية هي من ستكون عرضة للانتقام، وذلك دعمها اللامحدود للحرب على الجماعات الإسلامية. مؤيد دراوي يضيف: الدول العربية المشاركة في هذه العمليات العسكرية أرادت أن توقف النار قبل أن تصل إليها، ولهذا جعلت الدول العربية ساحة المعركة مع داعش في العراق وسوريا. إليك محمد. شكرا جزيلا لك محمود على هذا الاستعراض. وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أوجه لكم جزيل الشكر مني أنا محمد سيف النصر، وأيضا من فريق برنامج نقطة حوار بالكامل. المشاركة متاحة دائما على موقع بي بي سي على الإنترنت bbcarabic.com، أو على صفحاتنا الإلكترونية على فيسبوك وجوجل وأيضا تويتر. بإمكانكم أن تدلوا بآرائكم في القضايا المختلفة طوال الوقت، ونسعد باستقبال مشاركاتكم دائما. إلى اللقاء.